ادخل. اهلا اهلا يا حبيبتي، على فكره انا زعلان منك جدا. ليه بس؟ هو أنا عملت حاجة؟ المفروض اول ما توصلي تيجي هنا وتصبحي عليا. طب أنا غلطانة؟ لا، ما دام اعترفتي بغلطك تبقي بنت كويسه. اقول لك على سر، قول. مفيش ست في الدنيا بتعترف بغلطها، اللي بتعمل كده بتبقى عمله نادره. يعني أنا مفيش زي؟ واضح انك انت خلاص اخر السلاله. شفتي بقى الدنيا بسيطه وسهله ازاي؟ والله مش عارفة أقول لك إيه بصراحة كده، أنا كل ما بخش الدار بحس إني بنسى همومي كلها. هم ايه بس بتتكلمي عنه؟ الواحده فيكم ما تمتش 20 سنه وتقول لي هم؟ 20 سنة إيه؟ ده أنا كبيرة خالص والله. كبيره ايه انت؟ بكتيرك فكت الضفاير امبارح بالليل. طب أقول لك إيه؟ أنا جاية لك عشان أطلب منك تقرأ الكتاب ده، ده حلو أوي. انت قريتيه؟ آه كله، وبعيد قراية فصول كده معينة عجبتني. هو كان مرفوض ولا ايه؟ آه، وعايزاك تقرأه. اوكي، طب ايه اللي عجبك فيه؟ هي حاجة خاصة بالبنات شوية، تتكلم عن مشاعر البنات وأحاسيسها. طب كويس، ده مهم جدا. الكاتب عبر كويس جدا عن أحاسيس البنات بطريقة حلوة جدا، اللي هتقراه هتتعلق بيه، يعني حتى من الناحية التجارية ده مفيد جدا. طيب وأدبيا؟ 80%. يبقى كويس. طيب أنا هقراه وأتصل بيك أقول لك رأيي. ماشي، يلا يلا على الإذن. اتفضلي. هي والدته فين؟ كانت بايتة معاه طول الليل، قلت لها تروح ترتاح شوية تعمل أكل وتيجي. خليل، على فكرة بقى أنا عند وعدي، مش أنت رايد في السرير كده ومش قادر تتحرك وعامل نفسك عيان؟ بس أنا هطلع أجدع منك، والشركة اللي قلت لك عليها هدخلك فيها شريك. آه، هدخلك فيها شريك. تعالي بقى يا سيدي. بقول لك إيه؟ إحنا لازم نتحرك عشان الواد ده ما يروحش في رجليه. أنت عارفة البلد دي اللي معهوش فلوس ممكن يموت. أنا لازم أروح التأمين وأعمل فضايح. طب هو عنده تأمين صحي؟ لا. طب هتعملي إيه؟ بقول لك أعمل فضايح. الحكومة ما بتحبش الفضايح، واللي صوته عالي ممكن ياخد اللي هو عاوزه. ما دام ما عندوش تأمين صحي، إيه لازمة الفضايح بس؟ هو أي حاجة وخلاص، إن شاء الله حتى مبلغ صغير يساعدنا. أي حاجة. يا سمونة ازيك؟ دكتور مجدي، كويس قوي ان حضرتك هنا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عن اذنكم بقى انا هروح اطمن عليه. طب اتفضلي. هو عامل ايه النهارده؟ النهارده احسن كتير الحمد لله. ولو اني يعني مش حابه المستشفى دي، عشان بيقولوا لو ما دفعناش الفلوس ممكن يخرجوه، ولو خرج هيموت. يرضيك يموت؟ لا، ما يرضينيش انه يموت. وعشان ما يموتش انا دفعت الاسبوع ده كله لحد انت يعني ما تتصرفي في الباقي. بجد؟ بجد، احنا مش وحشين قوي كده. انا مش عارفه اشكرك ازاي، ودينك ده انا هرده، هيفضل دين في رقبتي والله. لا لا، ما تشيليش بالك من الحاجات الصغيره ديت، بعدين نبقى نتكلم فيها. هي نجلاء فين؟ ما جاتش يعني؟ لا، ونجلاء هتيجي ليه؟ هي ملهاش اي علاقه بخليل. طيب يبقى سلمي لي عليها. من عناية الاتنين. يا متر، فرحني. ايه؟ ايه الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه؟ قانون ايه وزفت ايه؟ ايوه، قانون ايه اللي يقول ما اشوفش ابني الا ساعتين كل اسبوع؟ وامه هي اللي تجيبه واشوفه. لا لا، انا ما ينفعنيش الكلام ده. اتصرف. لو سمحتي. هو الدكتور مجدي متجوز؟ لا، مطلق. ايوه يا نجلاء، بقول لك ايه، البسي بسرعه وقابليني قدام التامين الصحي. يلا.
قطعة أمريكا. ياكش يجي لها مصيبة تشيلها، يجي لها زلزال ولا بركان. شرق أوسط جديد إيه ده اللي بتتكلم فيه؟ ده مين اللي جاي الساعة دي؟ طيب طيب جاي. بختين بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه ايه؟ في ايه؟ ايه يا وليه مش هتقولي لي اتفضلي؟ والنبي بمسح النهارده يوم المسح الشقه تبقى غرقانه ميه. يا اختي اوعي كده وخليني ادخل. بسم الله الرحمن الرحيم، ما الشقه زي الفل اهي. ايه مش عايزاني ادخل؟ شفتي يا اختي؟ عشان انتي مبروكه الارض نشفت. اتفضلي. يا زيد اتفضلي. والنبي كنت ناوي اعمل لك شاي، بس الانبوبه فضيت ولسه ما ركبوش الغاز. ما الحكومه يومها بسنه. ولا اقول لك انبوبه احسن بدل الفواتير ولا ايه؟ انا عايز احمد يعدي علي. يوه ما تقولي لابنك، ما هو للنهار معاه. انا مش عايزه ابني يعرف ان انا عايز احمد في حاجه. ليه؟ ليه يا اختي سر؟ لا لو سر تقولي لي عليه على طول، ما اقدرش اقعد كده. ده انا الفار يلعب في عبه ويتنوا يلعب كده ما يسكتش لحد ما اعرف ايه السر. انطقي يا اختي. لا فار ولا قط، اهدي على نفسك شويه. انا عايزه اسال احمد على حاجات كده بخصوص متولي، ومش عايزه ابني يعرف ان انا بتقص من وراه. طيب يا اختي الاخبار بقت تجيب لي الضغط. انت عارفه ان البورصه خسرت 1%؟ الواحد بقى يشيل فلوسه في جيبه بدل ما تضيع. ولا التانيين اللي إلهي ما يوعوا ولا يقوموا دول هيفنجروا سينا. قال إيه؟ هنفجر البلد عشان خاطر البلد. ليه؟ فاكرنا دقينا عصافير ولا إيه؟ فوتك بعافية. أقعدي أعمل لك قهوة. من شوية كانت الأنبوبة فاضية. من شوقك. تكون عايزة من ابني ايه الولية دي؟ لا تكون حط عينها عليه. حسب النسوان لما بتكبر بتتخبل. ازيك يا عم جمال؟ اتفضل. عمي وزفتي ايه بس؟ انت بتقول حاجة؟ لا خالص. اتفضل. والله انت نورتني النهارده. ربنا يخليكي. اتفضل. شكرا. خير ان شاء الله. كمان يا انا كنت عاوز اكلمك في حاجة يعني. اتفضل يا عم جمال. طب هو في حد هنا الاول؟ لا. ليه؟ كاميليا. نعم. انا معجب بيكي وكنت عايز يعني كده يعني. ايه؟ مش فاهمه. ارجوك ما تصعبيش عليا الحكايه. انا عايز اتجوزك. طيب تمام، أنا مستنيك في المكتب، متأخرش. باي باي. حكمت المحكمة على المتهم عبد الله خالد متولي بالسجن 20 سنة مع الشغل والنفاذ. أنا عايز أقابل مدام زينب من فضلك. على فكرة أستاذ سمير كان لسه هنا من شوية، أنا قلت أكيد إن أنت جاي تشوف. لا المرة دي جاي أقابل زينب هاني. طب تمام حاضر، اتفضل وأنا هبلغها دلوقتي. شكرا. أوكي.
على كل حال انا في المكتب، خلصي اللي في ايدك وتعالي لي على طول، عايزه اتكلم معاكي في كذا موضوع. جرأي يا ايتن، ما تسيبي ميرا وطلعيها من دماغك شويه. اه عاجبني اللي بيحصل، عايزه حاجه؟ سلام. شكرا. صباح الخير. صباح الخير عبد الله. معقول؟ ايه مش مصدقه ولا ايه؟ وحشاني جدا يا زينب. اهلا. اهلا. دي مقابلة تقابليني بيها بعد السنين دي كلها ولا ايه؟ لا طبعا. ازيك؟ انت عامل ايه؟ اخبارك؟ تشرب ايه؟ طب اتفضل اتفضل استريح اتفضل. انت قلقانة مني ولا ايه يا زينب؟ ابدا ابدا. حقلق من ايه؟ بالعكس يا عبد الله، ده انا مبسوطة قوي اني شفتك النهاردة. مبسوطة. حلوة الشركة. حلوة قوي. راس مالها قد ايه دي؟ مليون ولا اتنين ولا تلاتة؟ واه دي الفلوس اللي بلاش نفحر في الماضي يا زينب. هو انت خرجت امتى؟ يهمك؟ اصل انت مش فاهم اللي حصل. انا هحكي لك. لا تحكي ولا تعيدي ولا تزيدي ولا تشهدي شهادة زور زي ما انت متعودة يا زينب. شهادة زور ايه بس يا عبد الله؟ انت مش فاهم حاجة. اصل سمير انا صدقته، هو ضحك عليا واكبرني وبقى يهددني علشان خلاص. ولا عشان ولا الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده. زينب انا تعبت، تعذبت، اتهنت في السجن رحم عمر 20 سنة. 20 سنة أنا خارج من السجن ما بفكرش أبداً إن أنا هوب تاني ناحية السجن. أي حد يا زينب بيتسجن ويتان ويتعذب وعمره روح ما بيفكرش في لحظة إنه يرجع تاني. أنا بنت الناس راجع عشان آخد حقي أو تعوضيني. تعوضيني أنت والبي بتاعك. ابن حلال مصفي، صدق كنت لسه هكلمك في التليفون دلوقتي اقول لك عندنا مفاجاه تجنن. ايه ده؟ ازيك يا عبد الله؟ انا كنت لسه هقول لك ان انا قابلت عبد الله. والله 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 ومالك عليا حلفان، انا كنت هعمل لك مفاجاه واتصل بيك عشان اعرفك بس ان انا مش سايبك وبسال عليك. بس اعمل ايه بقى؟ حراره اللقاء بيني وبينك نسيتني اخد عنوانك عشان اطمن عليك. طول عمرك صاحب واجب. واجب ايه؟ على فكره انا بفكر كمان ان عبد الله اخويا وحبيبي يشتغل معانا. معاك ولا عندك؟ ايه ده؟ هي تفرق يا راجل؟ ما تفرقش ولا حاجه، بس اهم حاجه عندي ان انا امسك شغلانه فيه دي. عيب يا عبد الله عيب. ما تقولش الكلام الفارغ ده، ده انت راجل على دماغنا من فوق. طول عمرك حبيبي. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي النهارده ناخده نعزمه على الغدا عندنا، على الاقل يعرف البيت ويجي يزورنا. اه طبعا. امال ايه؟ لا مش طبعا. مش هو ده اللي انا جاي علشانه. امال؟ امر. نقعد مع بعض احنا الثلاثه. كل واحد ياخد حقه تالت ومتلت. لو كان بابا عايش ما كانش قدر يطلب طلب زي ده. أو يمكن لو ما كنتش أرمانة ما كانش قدر يطلب طلب زي ده. طبعاً أكيد فكر إنك خلاص محدش هيفكر فيكي. أرملة يعني تلبس الأسود وتقعد طول العمر حزينة على اللي فات وملهاش الحق إنها تفكر تعيش مرة تانية. جمال اللي قد أبويا بيطلب يتجوزني، أنت عارفة هو فكر في ده ليه؟ لأنه بكده بيقدم لك خدمة وإنك مش هتقدري تقولي لا. عارفة ليه؟ عشان خلاص محدش هيبص لك تاني ولا حد هيفكر يقرب منك، وهو متأكد إن الفرصة مش لازم أرفضها مهما كان. محدش هيبص لك تاني ولا حد هيفكر يقرب منك، وهو متأكد إنه فرصة ومش لازم أرفضها مهما كان.
ايه رايك تيجي نروح الشركه؟ هنعمل ايه في الشركه؟ نعمل ايه؟ تعرفيها تشوفي نظام الشغل هناك ايه. على فكره بقى انت ممكن تشتغلي معانا كويس جدا، والشغل ده هينسيكي حاجات كتير. والله ايه ده ايه ده ايه ده ايه الجمال ده؟ معقول انت بقيت بتعين ناس بالسهوله دي؟ انا اصلا مش هروح يا عيد. ما تروحيش ليه يا حبيبتي؟ بالعكس بقى، الشغل ده ممتع جدا وانت لازم تجربيه فعلا. اه صحيح، نسيت اقول لك حاجه مهمه قوي. انا قابلت البنت اللي هي بنت سميه اللي بابا كان متجوزها دي. بنت مين؟ واحده فيهم اسمها ايه؟ اه مروه. قولي لها عيب، عيب قوي اللي هي بتعمله ده على فكره، وان ما كانش عشان سمعتها يعني، يبقى عشان سمعة بابا الله يرحمه. يعني تستنى شوية، تستنى على الأقل دمه يبرد يعني، مش كده؟ انت حتى مفهمانا ان هما مموتين نفسهم من الزعل عشان، بس مش باين خالص على فكرة. نبهيها بقى انها مش قد اللي كانت قاعدة معاه ده خالص، ده يهرسها في لحظة، يسفلتها كده. على فكرة دي نصيحة مني مش أكتر يعني، أنا شايفة إن إحنا إخوات. صحيح إحنا يعني مش شقاقة بس إخوات في الآخر، أنا مقدرش أعز عن أختي نصيحة زي دي. عايزاكي تقولي لها السرمحة آخرتها وحشة. قولي لها بس أيتم بتقولك كده، أوكي؟ يلا باي. هي بتقول إيه بالظبط؟ ولا حاجة. العمر انتهى واللي جاي مش اكتر من اللي راح، والصحاب ما عندهمش استعداد يتعرفوا على اي حد ليه سوابق او مجرم او خريج سجون. يعني مفيش حد قدامي غيركم دلوقتي. طلباتك ايه يا عبد الله؟ الشغل يا سمير، اشتغل اي شغلانه. بالمناسبه انا ما قلتش لاي حد تحت ان انا اعرفكم او في علاقة قديمة ما بيني وما بينكم. طب ما قلتلناش بس من الأول ليه؟ خفت لا تطردوني يا زينب. إيه يا عبد الله؟ إيه يا أخي، حرام عليك يا أخي، ما تضغطش علينا أكتر من كده. طب ما تتصورش نفسيتي تعبت قد إيه أنا وزينب بعد ما دخلت السجن. ده إحنا حتى دخلنا مستشفى أمراض نفسية عشان نتعالج يا أخي. أنت ما تتخيلش إحساسنا بالذنب كان شكله إيه، بس الحمد لله ربنا بعتك هنا عشان نقدر نكفر عن اللي حصل. لا تكفروا ولا تلطموا ولا تعيطوا. أنا كل اللي محتاجه شغل يا زينب. شوف يا عبد الله، هو هنا يا ريت هنا يا سمير. معلش يا عبد الله هنا صعب، بس في فكرة تانية. أيتن هتتجوز واحد غني وعنده شركة بتمارس نفس النشاط، إيه رأيك تشتغل عنده؟ طب وأيتن جوزها هيوافق إنه شغلني؟ أيتن بنتنا وتسمع كلامنا، تعمل اللي إحنا عاوزينه. بس بقول لك إيه يا عبد الله، أنا عايزك تقوم تروح دلوقتي عشان جوزها لو جا وشافك بالمنظر ده يعني هيقول ايه يعني؟ يلا يلا بقى. طب انا هقوم دلوقتي، ويا ريت تفكروا في اللي احنا اتكلمنا فيه ده كويس قوي. مع السلامه يا عبد الله. مع السلامه. السلامه. مع السلامه. ما قلتليش يعني انه جالك. ما خطرش في بالي. يعني ايه ما خطرش في بالك؟ هو ده موضوع يتنسي؟ معلش اتشغلت. اتشغلت؟ في حاجه كده انا مش مطمنه لها، مش مرتاحه. وانا كمان. أنا فعلا اتشغلت، بس مجرد إنه يجي هنا تاني حاجة تقلق. أنا كمان مش مطمنة. طب وإحنا دلوقتي بقى هنعمل إيه؟ لازم نخلص منه. أقتله؟ تاني يا سمير؟ عايز تقتل تاني يا سمير؟ حبيبي أنا ما قصدتش، أنا ما أقدرش أستغنى عنك. طب أقول لك إيه؟ طب ما تيجي نسمع اللي بيقوله ونشغله هنا، يمكن يكون عايز ياكل لقمه عيش ويعيش في هدوء. وبيني وبينك كده هو ما عندوش وقت يضيعه في السجن تاني، فكر فيها. انا ماشي. على فين؟ مخنوق وعاوز اقعد لوحدي شويه. عن اذنك. اتفضل. مليون جنيه يا باشا. القرض المسقوط واللي يخلي البنك يتاكد ان انت كيان اقتصادي غير عادي مش اقل من 20 مليون. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، حجم الاستثمارات كبير ويغطي.
أنا هفهمكم اللعبة. شوفوا يا جماعة، الموظف في مصر شخص إحساسه دايماً إنه هو مقهور ومظلوم، والإحساس ده هايل. إحنا ممكن نلعب عليه كويس جداً. واحدة واحدة عليا يا أبو كرم عشان أفهم. أوكي، المنظومة عندنا بتقول إن الموظف دايماً عينه مش شبعانة، غلبان وبيحارب على كل حاجة، حتى المواصلات اللي بيروح بيها شغله تاني يوم بيبقى نايم يعني يفكر فيها. للأسف الكلام اللي بيقوله ده حقيقة. بالظبط يا باشا، وبعدين لما بيشوف أي حد صاحب سلطة أو راس مال أو كيان اقتصادي بيبقى حاسس إن الدنيا هتضحك له وإنه هينوبه من الحب جانب. وإحنا بقى مهمتنا إن إحنا نحسس الموظف ده إن الدنيا هتاخده بالأفضل، مش كده؟ برافو، هو ده يا باشا. تمام. لا بس أنا عايز أقول حاجة مهمة يا جماعة. موظفين البنوك بيقبضوا 24 شهر في السنة، بيقبضوا كتير قوي، يعني مش موظف عادي. ما انطبقش عليك الكلام اللي بيقوله أبو كرمة، ولا أنت إيه رأيك؟ غلطان يا باشا، الموظفين في كل مكان نفسية واحدة، كوبي بيست، صدقني. هات من الآخر أبو كرمة عشان زمان متولي جايب مندوب البنك ودخل علينا. أزبله يا باشا. أزبله؟ أزبله إزاي وإحنا محتاجينه؟ بقول لك أزبله، إحنا مش محتاجين قرض البنك، بالعكس البنك هو اللي محتاج إنه يتعامل معانا. وبعدين؟ احنا هناخد القرض بالدولار وبعدين نحوله لحسابك. انا مش فاهم اي حاجه. الدولار في الطالع يا باشا. طب ما احنا اللي هناخده بالدولار هندفعه برضه بالدولار يا ابو كرمه. مش شرط يا عم. ايه اللي مش شرط بقى؟ انت مريب يا ابو كرمه، احنا مش فاهمين منك اي حاجه على فكره. انا مريب؟ ماشي. طب سيبوا الموضوع ده عليا انا، بس على شرط تعمل كل اللي انا هقول لك عليه. ماشي اوكي. اهلا اهلا، منور الدنيا كلها. اتفضل اتفضل. تولي مندوب البنك يا فندم. اتفضل. احمد بيه النهارده ميعاد حضرتك في سفاره كندا. سفاره كندا النهارده الميعاد. طب ايه تحب حضرتك اجله لك ولا هو حضرتك ما يسمحش؟ يعني مش هينفع عادل تاجله. تحب يا فندم اجل حضرتك وقت تاني؟ لا لا خالص خالص خالص. بالعكس، ده احنا عندنا وقت كافي قوي نقعد مع بعض. اتفضل اتفضل. احمد بيه، انا عملت ملف كامل بكل تعاملات الشركه الماليه والمشروعات المستقبليه. كويس، اتفضل يا فندم. كويس قوي الكلام ده. لا لا يا فريال، ده عريان قوي. عريان؟ نص كم يا خالتي تقولي عليه عريان؟ وبعدين انت هتقعدي بيه في البيت، يعني مش هتخرجي بيه بره؟ لا برضه انا كبرت، وبعدين هلبسه لمين؟ والله انت لو لبستيها هتبقي زي القمر. انت عارفه اللي يشوفك يقول عليكي بنت امبارح. يا بنت بطلي باكش. انا؟ لا والله العظيم ابدا. انت عارفه انا قبل ما اسيب التعليم اما كنت بروح اعدادي كانوا يقولوا مين العسل الاموره الصغننه دي. فاكريني في ابتدائي طول عمري ابان اصغر من سني. شفتي؟ أديني ما قلتش حاجة من عندي. ياما ياما جالي خطاب أشكال والوان يرش حظي الزفت وقعني في أبو أحمد، ما كنتش عارفة. طب وفيها إيه؟ ممكن ترجع لي لازم أضع أتجوز؟ وماله؟ لا 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 لا، إزاي؟ صحيح أنا حلوة واي حد يتمناني وزي القمر، بس اقول ايه لابني؟ تقولي له ان من حقك تتجوزي. بت انت حد كلمك عليا؟ كتير والله، بس انت بقى تقولي مين يا بت؟ لا 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 يا خالتي ما تضغطيش عليا، احسن ده قايل لي ده سر بيني وبينه. عرفته. مين اللي ساكن على السطح جديد اسمه عبد الله؟ هو ده. بس ما تقوليش بقى ان انا اللي قلت لك. يا اختي انا واخده بالي طالع نازل يبص لي بصات كده زي اللي كان بيبصها لي المرحوم. انا عارفه كل حاجه. شوف الراجل قال ويقول لي بتكسف ابص في عينيكي. ده انا واخده بالي قوي، بس عامله نفسي من بنها. حلو والله كويس. وده بيشتغل ايه يا بنت؟ مش عارفه، بس عادي اجيب لك قرار. ماشي. ده قمر وشكله ابن ناس طيبين وشكله ما يعديش ال40. انت عارفه انا اول ما قلت له ان انت ام احمد والله ما صدق. ما انا مخلفه احمد وانا عندي 12 سنه. لا والله.
هو انت واخداني على فين؟ عايز اعرف اطلع له ازاي علاج على نفقه الدوله. طب ما كنا نسال الدكتور مجدي. لا يا ستي انا ما بسالش حد، انا بسال نفسي وخلاص. ليه يا بنتي؟ ما ممكن يفيدنا، يعني احنا هنخسر ايه؟ يا ستي الراجل ده كان متجوز ومطلق وعنده عيل كمان. وانا مالي يعني؟ وانا بقولك تعالي نتكلم معاه ولا نقعد معاه؟ انا بقولك تعالي نساله، انت حره. ما تزعليش مني يا نجلاء، وانت عارفاني ان انا مدب وصريحه كده، بس اللي عايز ينجح بيعمل كده، ما بيضحكش على نفسه. والصراحه بقى انا حاسه ان هو بيقرب منك وانت مبسوطه بكده. وانت عبيطه؟ لا مش عبيطه، واللي عرفته كان لازم تعرفيه، وانت حره بقى. يلا بينا. بعد اذنك لو سمحت، كنا عايزين نستفسر عن حاجه. هي مش بتسالك؟ المفروض تقوم تقف وترد عليها. انت مش موظف هنا ولا ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انا مجنونه بقى، ايه رايك؟ طب تعالي بس نسال حد تاني. لا هو اللي هيجاوب وهيوديني كمان مطرح ما انا عايزه. ايه البلاوي دي على الصبح؟ طب ايه رايك بقى ان انا هوديك في 60 داهيه؟ في ايه بس يا منى؟ في ايه؟ في اني عايشه في البلد دي، والوزاره دي معموله عشان تخدمنا، والموظف اللي مش محترم ده لما حد يساله يجاوب على طول. انت لازم تعيشي. اوعي تستني لغايه ما العمر يعدي منك تخسري كتير. دنيا مروه ما بتعترفش غير بالقوي، والقوي هو اللي معاه الفلوس. وديكي شفت اختك عملت فيك ايه؟ انا مش قادر اصدق انت ازاي قدرتي تمسكي روحك. بس انا ممكن اخليكي احسن منها مليون مره. عارفه لو سمعتي كلامي انا اعمل منك نجمه. خلاص، وانا من ايدك دي لايدك دي. بحبك. انا نفسي افهم اعمل فيك ايه؟ انت كان نفسك تطلع جاسوس وانت صغير وما عرفتش. بقول لك ايه يا الغني؟ ايه مالك؟ تعالى بس عايزك تفهم مهم قوي والله. هو احنا ليه ما نعملش زي ميت حداشة؟ إيه مش فاهم يعمل يعني ايه؟ يعني يبقى لينا شركتنا الخاصة بقى ونكبر بقى وكده. انت اتجننت؟ لا يمكن، انت عايزني نخون. ايه في ايه؟ بالراحة يا عم، اهدى بس. انت عايزني نخون صاحب المكان اللي بناكل من وراه عيش؟ يا سلام، وهو الخنصرة اللي احنا بنخسرها من كل عملية والتانية دي مش خيانة ولا ايه؟ لا دي عمولة. عمولة تحت انهي بند بقى ان شاء الله؟ تحت بند بذل الجهد والاجتهاد. وبقول لك ايه؟ هو احنا قد السوق؟ والنبي طلع الصراصير اللي في دماغك دي، مش ناقصك. استاذ لؤي، استاذ لؤي، استاذ مدحت عنده اجتماع مهم جدا جوه. مع مروه؟ هو قال لي كده وانا بنفذ اوامر حضرتك. طب ما انا كمان عايزك في حاجه مهمه وجدا كمان. وانا تحت امرك يا فندم طالما الموضوع يخص الشغل. ايه هو الاجتماع اللي جوه ده هيطول يا طويل يا فرع انت؟ والله من النهارده مروه هتبقى مسؤوله عننا شخصيا. هي سكرتيرتي الخاصه. كمان هتبقى موديل مهم جدا. لولو. تحت امرك يا فندم. اعمل اللازم. عيني. اتفضلي معايا يا انسه مروه. طب ما نستنى لحد ما ايه؟ ما يفوق ليكون في علمك اهم قرارات بناخدها في الشركه دي ومخلينا نمره واحد ما بتتاخدش غير وهو في الحاله دي. ما تشغليش بالك انت، تعالي بس. اوكي. كفايه عياط بقى. الامور ما تتاخدش بالشكل ده. افتكرت بابا يا نجلاء، افتكرته. بابا كان تعبان قوي وبيجي على نفسه، محدش فينا كان عارف حاجه. عاش اكتر من 25 سنه بيشتغل موظف عشان في الاخر يطلع ملوش معاش. لما تعب ملقاش حد يعالجه. أقول لكم حاجة تضحك؟ إيه؟ عم جمال جه النهاردة يخطبك.